النصوص مهمة تشمل. ما معنى هذا الكلام؟ القرآن الكريم أو المسلم يعقد عقيدته. لو تكرمت أي واحد يغلق المايك حتى لا يكون هناك تشويش. عندما ننظر، المسلم يأخذ عقيدته وإيمانه من الكتاب والسنة، من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي ينظر في الكتاب والسنة يجد أن هناك نصوصا يوهم ظاهرها أن الله عز وجل يشبه خلقه. ففي القرآن الكريم آيات يقول فيها الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الذي يفهم هذه الآية الكريمة على ظاهرها يعتقد أن لله عز وجل وجها، وقوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالذي يقرأ هاتين الآيتين دون أن يكون عنده علم بكيفية التعامل الصحيح أو بمذهب أهل السنة والجماعة في التعامل مع هكذا نصوص، فإنه يقع في التشبيه. وأيضا ورد قول الله سبحانه وتعالى على ما فرطت، قال: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وورد قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ورد قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. ورد قوله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ورد قوله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وورد في السنة أحاديث كثيرة يوهم ظاهرها مشابهة المولى عز وجل بالمخلوقات، منها قوله صلى الله عليه وسلم يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. ورد قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمل. وقوله صلى الله قول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت مهرولا. وورد في الحديث القدسي الجليل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. والشاهد في هذا الجزء من الحديث: وما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، إلى غير ذلك
من هذه النصوص الكثيرة الموجودة في القرآن والموجودة في السنة النبوية المطهرة، فكيف يتعامل المسلم التعامل الأمثل مع هذه النصوص حتى يثبت الصفات لله عز وجل دون أن يكون هناك تشبيه أو تعطيل؟ لأن المشبه، احفظوا هذه العبارة، المشبه يعبد صنما الذي يشبه الله تعالى بخلقه هو في الحقيقة يعبد صنما، والمعطل أي الذي ينفي عن الله الصفات يعبد عدما، والموحد يعبد ربا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد ربا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أيها العلماء الأجلاء الكرام، كيف نتعامل مع هذا؟ لابد أن ندرس جملة من القضايا قبل أن نقرر رأي السنة، أهل السنة والجماعة في هذه النصوص. القضية الأولى هو أن القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابه كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في سورة آل عمران، قال سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب قرر أن في كتابه أو أن القرآن الكريم فيه المحكم وفيه المتشابه، والمحكم هو أصل الكتاب وغالبه، وأما المتشابه ففيه فهو شيء قليل في الكتاب وأضعه الله تعالى للاختبار، للابتلاء والاختبار. ولذلك قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا وقف العلماء على رأيين في أننا هل من الممكن أن نعرف المتشابه أم أننا لا نعرف، على اعتبار أن الوقف في الآية في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هل الوقف على لفظ الجلالة لازم ثم نبدأ بواوي الاستئناف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أم أن الواو هنا واو العطف فيكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم علم المتشابه وأيضا الراسخون في العلم يعلمون علم المتشابه؟ والحق أيها الإخوة أن التشابه في القرآن الكريم له أكثر من لون أو على أكثر من نوع. هناك تشابه تعرفه العرب بألسنتها، يعني عندما نذهب للعرب في أي كلمة متشابهة ونسأل العرب عن معنى هذه الكلمة يزول التشابه. وهناك تشابه يعلمه الراسخون في العلم الذين وصلوا في العلم إلى رتبة عالية. ولذلك كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. أما هناك نوع من التشابه لا يعلمه إلا الله كحقيقة ذاته سبحانه وتعالى،
وحقيقة صفاته وعلم الساعة إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذه متشابهات لا يعلمها إلا الله. إذن المحكم كما عرفه أهل الأصول هو ما اتضحت دلالته، والمتشابه هو ما لم تتضح دلالته، ولكن التشابه على ثلاثة أنواع. النوع الأول تشابه نعرفه من خلال لغة العرب، فإذا فهمنا اللغة العربية فهما صحيحا نستطيع أن نفهم هذه الكلمة المتشابهة. هناك تشابه يعلمه الراسخون في العلم الذين وصلوا في العلم إلى رتبة عالية، ولذلك كما قلت كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو حبر الأمة وترجمان القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهناك تشابه لا يعلمه إلا الله. على كل الأحوال، أن هل الصفات الخبرية كاليد والرجل والساق والوجه إلى غير ذلك، هل هذا مما يعلمه البشر أم مما يعلمه الله وحده؟ والحقيقة أن هذه الآيات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، الذي يصدق فيه قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، منه آيات محكمات هن أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن أيها الإخوة الكرام، نخلص من هذا إلى أن القرآن الكريم فيه محكم وفيه متشابه، والمحكم هو ما وضحت دلالته وهو غالب الكتاب وأصله، والمتشابه ما لم تتضح دلالته وهو على أنواع ثلاثة. تشابه من الممكن أن نصل إلى معناه من خلال معرفتنا العميقة باللغة العربية، وتشابه يصل إليه الراسخون في العلم، وتشابه استأثر الله تعالى بعلمه فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذه قضية لابد أن نكون على علم بها. القضية الثانية قضية مهمة جدا، وهي قضية الحقيقة والمجاز. والحقيقة هذا درس، الحقيقة والمجاز درس بلاغي، ولكن له صلة بهذه القضية التي. فالحقيقة كما يقول أهل العلم هي استعمال اللفظ أو استخدام اللفظ فيما وضع له. تقول اسقني فأحضر لك الشراب، أطعمني فأحضر لك الطعام، فإذا هذا استخدام اللفظ فيما وضع له. تقول رأيت أسدا في حديقة الحيوان، إذا الأسد هو الحيوان المعروف، فدل ذلك على أنك قد استخدمت اللفظ الأسد فيما وضع له هو الحيوان المعروف. هذا هو. أما المجاز فهو استخدام اللفظ في غير ما وضع له. المجاز هو استخدام اللفظ في غير ما وضع له. فعندما تقول رأيت أسدا يخطب في الناس، إذن كلمة أسد هنا ليست هي الحيوان المعروف، إنما هذه الكلمة صرفت عن ظاهرها عن حقيقتها إلى معنى مجازي وهو الشجاعة. دل على ذلك القرينة في قولك يخطب في الناس، لأن الأسد الحقيقي لا يخطب، الأسد الحقيقي يفترس
ولا يخطب في الناس. إذا كلمة يخطب في الناس قرينة صرفت كلمة الأسد من معناها الحقيقي، أو صرفت كلمة الأسد عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي وهو أشر. إذن الحقيقة والمجاز هذا أمر موجود في لغة العرب، ولكن خرج بعض العلماء كالإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله وغيرهم وقالوا إن اللغة العربية لا مجاز فيها، لا يوجد فيها مجاز، اللغة العربية لا مجاز فيها. وحاول العلامة ابن القيم أن ينكر هذه الحقيقة في كتابه إغاثة اللفان من مصائد الشيطان، فأقام 50 دليلا على عدم وقوع المجاز في لغة العرب. طبعا هو في هذا ينتصر لشيخه ابن تيمية رحمه الله الذي نص في كتابه الإيمان الكبير على أن اللغة لا مجاز فيها، وأن هذا المجاز نوع من الكذب. إذن هؤلاء العلماء الأجلاء لم يقولوا بوجود المجاز في اللغة، بل أنكروا المجاز، وهذا يوقعنا في معضلة، ومعضلة حقيقية، لأننا لو أنكرنا المجاز في لغة العرب لكانت المسألة لم نستطع أن نفهم كثيرا من آيات القرآن الكريم. الله عز وجل يقول في كتابه: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فلو كانت هذه الآية على حقيقتها، لو كانت هذه الآية على حقيقتها يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، إذن لكان الأصنام، لكانت الأصنام حقيقة بالعبادة. لما؟ لأن الأصنام حينئذ سيكون بها نفع حقيقي وإن كان قليلا، وضر حقيقي وإن كان كثيرا. والحقيقة أن الصنم لا نفع ولا ضر فيه، كما في قول سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جادل عبدة الأصنام قال: هل ينفعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. الآية. إذن ما معنى هذه الآية حينئذ؟ معنى هذه الآية أي فيما يزعمون، فالكلام هنا على حذف، على الحذف، على حذف المضاف، أي فيما يزعمون أن به نفعا أو أن به ضرا، أو في زعمهم، لكن هي في الحقيقة لا تنفع ولا ضر. والحذف نوع من أنواع المجاز، مجاز بالحذف. إذن أيها الإخوة، لنا لو ذهبنا مع أهلها مع هؤلاء العلماء الأجلاء على أن المجاز لا وجود له في لغة العرب، لا كما قلنا لما استطعنا فهم كثير من آيات القرآن الكريم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالعمى هنا ليس عمى العين الباصرة، ولكن العمى هنا عمى القلب، وهذا من قبيل المجاز، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تثبت وتؤكد وتبين وتوضح أن هناك مجازا في القرآن الكريم. ولذلك هناك رسالة لأحد علماء الأزهر الشريف، هو العلامة الكبير المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد الدكتور عبد العظيم المطغاني رحمه الله، أخذ رسالته للدكتوراه في هذه القضية، وعنوانها: المجاز في لغة العرب بين الإقرار والإنكار، حيث قال رحمه الله: لم يقل بإنكار المجاز في لغة العرب،
إلا خمسة من أهل العلم: الإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، والإمام داود الظاهري وولده، وأبو إسحاق الإسرائيلي. أما بقية الأمة سلفا وخلفا على وقوع المجاز في القرآن الكريم وفي اللغة العربية بطبيعة الحال، أو في اللغة العربية وفي القرآن الكريم بطبيعة الحال، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك يقول الإمام الزركشي رضي الله تعالى عنه في كتابه البرهان في علوم القرآن، قال: من دعا إلى إسقاط المجاز في لغة العرب أو في القرآن فقد أسقط شطر الحسن، لأن المجازات هي التي تحسن اللغة. أما قولهم بأن المجاز نوع من الكذب فهذه فرية مردودة على أصحابها، لأنني أستخدم اللفظ في غير موضع عليه لقرينة. أما الكذب فهو إخبار عن شيء لا واقع له، فهو إذا قلت زرت فلانا بالأمس ولم يحدث كان هذا الخبر كذبا، أما إذا قلت زرت فلانا بالأمس وحدث كان هذا الخبر صدقا. إذن هذه قضية، وقضية في غاية الأهمية، لأن اللغة العربية فيها الحقيقة وفيها المجاز. ولذلك الإمام ابن جني رحمه الله تعالى في الخصائص يعني أدار فصلا وكتب فصلا ماتعا جعله أشرف مباحث الكتاب، بين أن هذا الفصل هو أشرف مباحث الكتاب، وعنوان الفصل فصل فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية، حيث قال رحمه الله: إن قوما ضعف حلمهم باللغة الشريفة فنسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق. إذن هذه هي قضية أخرى بالإضافة إلى قضية المحكم والمتشابه، يجب على كل واحد فينا أن يدرس هذه القضية، يجب على كل واحد فينا أن يدرسها قبل أن يتعامل مع قضية النصوص المهمة. يمكن إذن هاتان قضيتان لا بد أن يكون طالب العلم على معرفة تامة بهما قبل أن يتكلم في النصوص المتشابهة. أما النصوص المتشابهة فقد وقفت الفرق منها موقفين أو ثلاثة مواقف. الموقف الأول الإثبات الذي يؤدي إلى التجسيم، وهذا قادت كبره فرقة تسمى فرقة الكرامية، فقد كان زعيمها محمد بن كرام السجستاني، وكان رجلا أظهر الزهد والتنسك والعبادة، فتبعه خلق كثيرون. رجل أظهر الزهد والتنسك والعبادة فتبعه خلق كثير وآمنوا بمقولاته، فكان يقول الله تعالى يجلس على العرش وأن طولهم أي طول المولى حاشا وتعالى وتقدس طوله سبعة أشبار بشبر نفسه، وأن المؤمنين سيعانقونه في الآخر إذن هذا هو الكلام، ده هذا كلام محمد بن كرام. وفرقة أخرى ذهبت إلى التأويل الصرف أو المطلق كفرقة المعتزلة، وهذه
الفرقة تعتبر قد نفت حتى صفات المعاني عن الله سبحانه وتعالى، فعندهم من أصولهم التوحيد، ومعنى التوحيد هو تجريد الذات من صفاتها. أما أهل السنة والجماعة فماذا صنعوا في هذا؟ أهل السنة والجماعة هناك مذهب يسمى مذهب السلف، ومذهب يسمى مذهب الخلف. ومقصد أهل السنة والجماعة من الطريقتين معا، طريقة السلف أو الخلف، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص. ولذلك يقول الإمام النقاني: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يطلب التنزيه من الله سبحانه وتعالى. أما معذرة، نزه المولى سبحانه وتعالى عن النقص. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا هو. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فمذهب السلف الصالح على التفويض. ما معنى التفويض؟ نحن نؤمن بهذا بكل ما ورد في الكتاب والسنة، ولكننا نعتقد أن هذه الآيات والأحاديث نعتقد أن ظاهرها غير مراد، وأن لها معاني تليق بالله عز وجل. هذه المعاني استأثر الله تعالى بعلمها، فنفوض علم المعنى، معنى تلك النصوص، إلى الله سبحانه وتعالى، مع اعتقادنا الجازم أن هذه النصوص لها معاني تليق بالله ولكننا لا نعرفها. فهذه المعاني استأثر الله تعالى بعلمها. هذا هو مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، استأثر الله تعالى بعلم هذه المعاني، استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم هذه المعاني جل جلاله وتقدست أسماء. طيب، لما؟ لاعتقاد السلف الصالح أن هذه الآيات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، ولكي لا يقع في مغبة التقول على الله تعالى بغير علم، فسكتوا تهيبا وخوفا وإعظاما للجناب الأقدس سبحانه وتعالى. ولذلك نصوص السلف تواردت وتكاثرت تؤكد هذا المعنى وتثبته بما لا يدع مجال للشك. يقول الإمام سفيان الثوري: كل ما ورد في الكتاب والسنة مهما للتشبيه فلا يجوز تفسيره لا بعربية ولا فارسية. كل ما ورد في الكتاب والسنة مهما للتشبيه لا يجوز تفسيره بعربية ولا فارسية. ويقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني، تلميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، يقول: كنا والسلف متوافر نمر هذه النصوص على ظواهرها ونكل علم معناها إلى الله. قد ورد أيضا عن الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه قال: عندما سئل عن الاستواء فسكت مالك حتى علاه الرحضاء، أي عرق جبينه واشتد الأمر عليه، ثم قال للسائل: الاستواء مذكور والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا صاحب بدعة. ثم أمر به فأخرج. وورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه
أنه قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما ورد عن الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مذهب السلف الصالح هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في علم معاني هذه النصوص، مع اعتقادنا أن تلك النصوص أو أن هذه النصوص لها معاني تليق بالله تعالى، ولكن الله تعالى استأثر بعلمها جل جلاله وتقدست أسمعه. والله سبحانه وتعالى استأثر بعلمها جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. وهذه النصوص كما قلنا كثيرة عن السلف، كثيرة جدا جدا عن السلف، يعني بما لا يدع مجالا، بما لا يدع مجالا للشك. وما ذكرته هو شيء بسيط جدا جدا مما ورد عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنهم يؤمنون بهذه النصوص ويمرونها كما جاءت، أمروها كما جاءت وتفسيرها قراءتها أو قراءتها تفسيرها إلى غير ذلك من هذه النصوص التي تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لأن السلف الصالح لم يستطيعوا أو تهيبوا أن يتكلموا على الله تعالى بغير أن. واستمرت الأمة على ذلك جيلا بعد جيل إلى أن شاعت وذاعت فتنة التجسيم في الأمة، كما قلنا بقيادة رجل أظهر الزهد والتنسك، وهو الإمام، وهو محمد بن كرام السجستاني، محمد بن كرام محمد ابن كرام السجستاني، محمد ابن كرام السجستاني هذا رجل شاع فتنة التجسيم، شاع فتنة التجسيم في الأمة، فقام هذا يعني استوجب أن ترد الأمة عليه. ولذلك الإمام العز بن عبد السلام يقسم المشبهة إلى قسمين الذين ظهروا في عصره، فيقول والحشوية المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ضربان، أحدهما لا يتحاشى من إظهار الحشو ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، واحد يتكلم في التشبيه هكذا دون حسيب أو رقيب، والآخر يتستر بمذهب السلف لسحت يأكله أو حطام يأخذه. ولذلك يقول الشاعر: أظهروا للناس نسكا وعلى المنقوش دار، يريدون أن يأمنوكم ويأمن قومهم. ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه، هكذا يقول الإمام العز دون التجسيم والتشبيه. وكذلك جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف، فهم كما قال القائل: وكل يدعي وصلا وصال ليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذن المشبهة منهم مغامرون دفعهم الطيش والسفة أن يظهروا حالهم وهم يحسبون أنهم محسنون صنعة، والفريق الآخر لبس عباءة التقوى والزهد والورع
وتستر ظلما وزورا بستار السلف وتدثر بذثارهم حتى يروج باطلهم على الأغرار من الناس. ويبدو أن رفع راية السلف لتمرير التشبيه والتجسيم كان دأب المشبهة في كل الإيم كان دأب المشبهة في كل العصر. ثم يذهب الإمام العز بن عبد السلام إلى نقطة غاية في الأهمية فيقول إن التشبيه هذا فيه خطر كبير. لما؟ لأن التشبيه من شأنه أن يكدر صفاء التوحيد وأن يذهب هيبة الاعتقاد من نفوس المسلمين. يقول ومن أنكر المنكرات، هذا كلام الإمام العز، التجسيم والتشبيه، ومن أنكر المنكرات التجسيم والتشبيه، ومن أفضل المعروف التوحيد والتنزيه، ومن أنكر المنكرات التجسيم والتشبيه، ومن أفضل المعروف التوحيد والتنزيه. وفوق أن التشبيه من أنكر المنكرات، إلا أن خطورته تكمن في تغييب العقل، أن خطورته خطورة التشبيه تكمن في تغييب العقل وتنحيته عن فهم النصوص، فتصبح النصوص حينئذ نصوصا متعارضة ومتعاردة، يضرب بعضها بوحي. وتنزه ربنا أن يكون هذا كلامه. ولذلك أكبر جناية وأكبر جريمة قام بها المشبهة أنهم عطلوا الحق، أنهم عطلوا العقل ولم يصلوا إلى الحق. فالتشبيه مرده، أي مرد هذا يعني السبب الذي دعا هؤلاء إلى التشبيه، إلى الجهل بفهم الكتاب والسنة. والثاني سخافة العقول وبلادة الأذهان، وهذا يتجلى في نفورهم من أداة العقل وشهادته، مع أن الله قبل العقل شهيدا عليه وعلى صحة دينه. ولذلك يدعو الإمام العز بن عبد السلام إلى الجهاد، والجهاد هنا جهاد بالقلم، جهاد بالمنطق والحجة، في إبطال دعاوى هؤلاء المشبهة. يقول رحمه الله: ولولا ما وجب على العلماء من إعزاز الدين وإخمال المبتدعين وما طولت به الحشوية ألسنتهم في هذا الزمان من الطعن في أعراض الموحدين والإزراء على كلام المنزهين لما أطلت النفس في مثل هذا مع اتضاحه، ولكن قد أمرنا الله بالجهاد في نصرة دينه، إلا أن سلاح العالم علمه ولسانه، كما أن سلاح الملك سيفه وسنانه، فكما لا يجوز للملوك إغماد أسلحتهم عن الملحدين والمشركين، لا يجوز للعلماء إغماد ألسنتهم عن الزائغين والمبتدعين. وأنت ترى أن الإمام العز يحث العلماء على الصدع بكلمة الحق وبيان عقيدة الإسلام الخالية من فرث التشبيه ودم التعطيل، وأن ذلك السبيل هو سبيل السلف الصالح، حيث قاموا للبدع فقمعوها وللشبهات فأزالوها. ولذلك بيّن الإمام العز بن عبد السلام أن التشبيه هذا يشوش العقيدة في القلب، يشوشها ويجعل الإنسان فعلا كمن كان يعبد الصنم. فيقول الإمام العز: محبة الله تعالى وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة المحب لحبيبه في المبادرة إلى طاعته والمسارعة إلى كل ما يرضيه واجتناب كل ما يسخطه والتحرز من أسباب سخطه والاحتياط لأسباب رضاه مع البكاء والقلق والشوق والعرق وغير ذلك من آثار المحبة. وينبغي أن تكون آثار محبته
أشد من آثار كل محبة وأعظم، ولا يشبهها شيء، كما أن المحبوب بها لا يشبهه شيء وهو السميع البصير. وأنت ترى أن نفي التشبيه عن المولى عز وجل له أثر إيجابي على إيمان العبد، فلا يتنازع القلب محبة الله ومحبة الحوادث. فإذا ما صدق القلب بعدم المشابهة، صدق القلب بعدم المشابهة أحب خالقه دون مشابهة، فكما أنه سبحانه ليس كمثل شيء، فإن محبته ليس كمثلها محبة، فإن محبته ليس كمثلها محبة. هل تفهمون ما أقول أيها الإخوة؟ أيها الإخوة؟ مفهوم. نعم. هل تفهمون ما أقول أم أنكم ذهبتم إلى النوم؟ لا. ذهبتم إلى نوم عميق. رجعنا أستاذ، رجعنا. نعم. مفهوم. شباب. مفهوم. طيب، لهذا وغيره ذهب بعض أهل العلم من السلف الصالح أيضا إلى تأويل النصوص المهمة للتشبيه وتفسيرها بالمجازات المشهورة، وهذا ورد عن السلف الصالح، فقد ورد ذلك عن من؟ ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورد ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى، وهذا الكلام ذكره الإمام القرطبي، وهذا الكلام ذكره الإمام القرطبي رضي الله عنه وأرضاه، هذا الكلام ذكره الإمام القرطبي في تفسيره، تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال عن شدة الأمر، وليس معناها كما ذهب بعض الناس إلى أن الله تعالى يكشف عن ساقه، لأن الله عز وجل لا ساق له جل جلاله، لا ساق له سبحانه. وإن كان هناك نص يقول يكشف الله عن ساقه فنحن نؤمن بهذا ونأكل معناه له. أما ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال عن شدة الأمر. ورد التأويل أيضا عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وقد جاء في كتاب اسمه المحصل في مناقب أحمد، قال في تفسير قوله تعالى وجاء ربك، قال الإمام أحمد بن حنبل وجاء أمر ربك، وهذا تأويل. أيضا ورد التأويل عن الإمام البخاري في تفسير قول الله تعالى لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة، في حديث الأنصاريين عندما نزل ضيف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل النبي إلى نسائه هل عندهن شيء من الطعام، فقلنا كلهن رضي الله عنهن والله يا رسول الله ما عندنا إلا ما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من يستضيف ضيف رسول الله، فقال رجل من الأنصار أنا يا نبي الله، والأنصاري لم يكن عنده شيء إلا وجبة من الطعام يريد أن يطعمها لأولاده، فقال لزوجته أنيمي أطفالنا، أنيمي أولادنا، ثم إذا وضعت الطعام
اذهبي إلى السراج فتعنك تصلحيه فأطفئي، وأنا سأوهم الضيف أنني أكل معه لأن الطعام قليل ولا يكفي إلا رجلا واحدا. فقال، فلما حدث ما حدث وأقبات الأنصري وأولاده طاوين من الجوع، ذهب فلما ذهب في الصباح إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة. فالإمام البخاري أول الضحك هنا بالرحمة، أي لقد رحمكم الله بسبب صنيعكما البارحة. يقول الإمام الخطابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وتأويل أبي عبد الله قريب، أي الضحك تأويله بالرحمة قريب، ولكن لو أوله بالرضا لكان أولى، لو أوله بالرضا لكان أولى. إذن ورد التأويل عن السلف الصالح أيضا، ولكن السلف الصالح ذهبوا إلى التأويل. لما ذهبوا إلى التأويل؟ أولا لكي يدفعوا عن الأمة فتنة التجسيم التي قاد كبارها محمد ابن كرام السجستاني. ولذلك الإمام الجويني إمام الحرمين رضي الله عنه وأرضاه له كلمة تكتب بماء الذهب. إمام الجويني إمام الجويني رحمه الله له كلمة تكتب بماء الذهب، قال: ذبحنا خرافة مجسمة، ذبحنا خرافة مجسمة بسيف التأويل، ذبحنا خرافة مجسمة بسيف التأويل، أي رددنا عليهم وألقمناهم الحجارة بسيف التأويل. فلما انتهينا منهم تبنا إلى الله، تبنا إلى الله ورجعنا إلى التفويض، ورجعنا إلى التفويض. ولكن السلف الصالح أو العلماء وضعوا شروطا لاستخدام المجاز في تأويل هذه النصوص، أن يكون المجاز ظاهرا، بمعنى أن تكون العلاقة بين محلي الحقيقة والمجاز علاقة قوية جرت عادة العرب باستعمالها في كلام الاثنين، أن يستعمل المجاز الظاهر بضوابطه السابقة في الأوصاف البشرية التي وردت في النصوص المهمة. إذا المجاز في النصوص المهمة فقط، فالإمام العز ابن عبد السلام لم يتوسع في استعمال المجاز في جميع الصفات الإلهية، إنما في النصوص المهمة للتشبيه فقط، حتى لا يبقى للمشبهات ما يتعلقون به. ولذلك مثلا شباب، ايوه دكتور، ما لكم ما لكم تنامون نوما عميقا؟ لا تنام شباب، يا ايما استيقظوا، استيقظوا ايها الشباب، فان امانة الاسلام تناديكم وانتم تحملونها على اكتافكم.
فعليكم عبء ثقيل. الله تعالى قال للنبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن التأويل لم أسمع زهندوس جاندوس نعمان، لم أسمع يا جاندوس. لا حول ولا قوة. إذن السلف الصالح أيها الشباب الطيب ذهبوا إلى التأويل لدفع فتنة التجسيم عنهم، فلما انتهت هذه الفتنة رجعوا إلى التوفيق. فكان التأويل عبارة عن دواء لجأوا إليه لمعالجة هذا الداء الذي استشرى وتفشى في الأمة، استشرى وتفشى في الايه؟ وتفشى في الأمة. استشرى وتفشى في الايه؟ في الأمة دي. استشرى وتفشى في الأمة. فلما لم يعد هناك حاجة إلى استعمال هذا الدواء أبقوه موجودا، لم يتخلصوا منه، بل بقي الدواء موجودا. فإذا ما برز رأس من رؤوس المجسمة أزحنا تلك الرأس بسيف التأويل، كما قال الإمام الجويني، ذبحنا خراف المجسمة دي بسيف التأويل. فلما انتهينا منه تبنا إلى الله، رجعنا إلى ماذا؟ ورجعنا إلى التفوت. هنا نأخذ بعض الأمثلة العملية. مثلا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، في أي سورة هذه الآية؟ سورة طه. الرحمن على العرش استوى. ومن العجيب أن هذه الآية أو هذه الآية مع الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها كانت سببا في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما ذهب ليقتل الرسول وقال له أحد الناس: اذهب إلى أختك وزوجها فإنهما قد تابعا محمدا. وأخته كانت فاطمة بنت الخطاب، وهي من أوائل من أسلم، وزوجها سيدنا سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. فلما دخل عليهما وجدهما يقرآن سورة طه، فقرأ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وفي الأرض وبينهما ما تحت الثرى، واتجهر بالقول فإنه يعلم السر أخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، اتجهر بالقول فإنه يعلم السر أخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فيأتي بعد ذلك عندما تولى سيدنا عمر الخلافة رجل يقول له صبيخ، كان يتكلم في المتشابهات، فكان عمر ينهاه ويضربه عن ذلك حتى يدميه، ثم يعاوده ضرب حتى يخرج الدم من بدنه، ثم يعاوده ضرب
فقال صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن شئت أن تقتلني فاقتلني، وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو لقد خرجت وساوس الشيطان من رأسي. فسيدنا الرحمن على العرش استوى. معنى هذه لو أخذنا بظاهر هذه الآية، إذن الاستواء هنا الاستقرار على الشيء. قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. إذن على المولى استقر على العرش، هذا سيعطينا أحد إلزامين، كل إلزام منهما مردود على صحيح. فلو قلنا إن الله عز وجل على العرش، هذا يلزم منه أحد أمرين، يلزم منه أحد أمرين. يلزم منه أحد أمرين، يلزم منه إما أن يكون العرش قديما بقدم الله، وإما أن يكون الرب حادثا بحدوث العرش. وأنت اختر لك أحد الأمرين، إما أن يكون العرش قديما بقدم الله وبهذا تثبت قدماء مع الله، وهذا هو عين الضلال والفسق، وإما أن يكون الرب حادثا وهذا عين الكفر، لأن الله من شبه الله بخلقه من التشبيه الغليظ يعني جعله بشرا كالبشر فقد كفر. إذن السلف الصالح تركوا هذا كله وقالوا استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، فالعرش يحمله والكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته محمولان بلطف قهره وقدرته، والكل في قبضته. استوى كما قال الإمام الغزالي، استوى استواء منزها عن المماسة والاستقرار وعن التمكن والتحول والانتقال. استوى استواء منزها عن المماسة والاستقرار وعن التمكن والتحول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته محمولان بلطف قهره وقدرته والكل في قبضته. ولو قلنا إن الذات الإلهية على العرش، الله تعالى من أسمائه الواسع، أيهما أوسع، الله أم العرش؟ ولو قلنا إن الذات الإلهية على العرش، الله تعالى من أسمائه الكبير، أيهما أكبر، الله أم العرش؟ ولو قلنا إن الذات الإلهية على العرش، فالعرش يهتز، اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، فلما مات نزلت الملائكة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: من الذي مات وقد اهتز له عرش الرحمن؟ والعرش يهتز لكل جريمة خلقية تحدث، لكل جريمة طلاق، لكل طلاق، معذرة، لكل طلاق يحدث بين الرجل وزوجه. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز له العرش. والعرش يهتز لأي جريمة خلقية تحدث في هذا العالم. العرش
يهتز لأي جريمة خلقية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أتى رجلا في دبره، أتى رجلا في دبره أو امرأة في دبرها، بعث يوم القيامة أنت أجنف، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه، ويدخل النار أول الداخلين، فإنها لفاحشة يهتز منها عرش الرحمن. فهل المولى سبحانه وتعالى وهو على العرش، العرش يهتز به؟ حاشاه جل جلاله، حاشاه جل جلاله، لأنه سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، كل يوم هو في شأن. ولذلك قلنا ونكرر: لو كان الله تعالى على العرش، إما أن يكون العرش قديما بقدم الله وهذا محال، وإما أن يكون الرب حادثا بحدوث العرش وهذا أيضا من المحالات. لذلك الله تعالى كان ولا مكان ولا فضاء ولا ملاء ولا خلاء، وعلى ما كان لا العقل تغيير ولا تبديل، والذي يغير ولا تغير، يبدل ولا يتبدل، نعم يبدل ولا يتبدل، كل يوم هو في شأن. ولذلك دخل وفد بني تميم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا يا نبي الله فأعطنا. فأعرض النبي عنهم لما رأى من حرصهم على الدنيا، فجاء وفد اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: يا رسول الله، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. قال الإمام البيهقي: وله كتاب ماتع اسمه الأسماء والصفات للإمام البيهقي بتحقيق العلامة الماتريدي العظيم الإمام محمد زاهد الكوثري. قال الإمام البيهقي معلقا على هذا الحديث: أي لم يكن الله ما هو عرش ولا كرسي ولا لوح ولا قلم، بل هو سبحانه وتعالى على ما كان، لا يلحق تغيير ولا تبديل، والذي يغير ولا يتبدل، يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، كل يوم هو في شأن. الإمام الغزالي رحمه الله له كتاب مهم جدا اسمه الجام العوام، جام العوام عن علم الكلام، الجام العوام عن علم الكلام، الجام العوام عن علم الكلام، الجام العوام عن علم الكلام. فالإمام الغزالي يقول: الله تعالى يقول: وأنزل لكم، في سورة الزمر، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وأنزلكم من الأنعام، فكيف تنزل الأنعام من السماء؟ هل تنزل الأنعام من السماء كما ينزل المطر
هل عندكم السماء تمطر عليكم أغناما وماعز في كازاخستان؟ أجيبوني أيها الفتية شباب. لا. نعم. ما على السف لا تنزل. يعني هل الأنعام تنزل ترونها تنزل من السماء؟ والله تعالى يقول هذه آية وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قال الإمام الغزالي رحمه الله: فإن كنت عاجزا عن تفسير نزول الأنعام فأنت عن تفسير نزول الرب أعجز. إن كنت لا تستطيع أن تفسر نزول الأنعام وأنت تراها مخلوقة في بطون أمهاتها، فكيف بك تتجاسر وتتجرأ على تفسير نزول الرب سبحانه وتعالى؟ فأنت عن تفسير نزول الرب أعجز. هذا ولذلك في الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ضبطه العلامة ابن فورك الأشعري، ينزل ربنا أي ينزل ملكا من قبله. يدل على ذلك ما أورده الإمام النسائي وصححه أبو محمد بن عبد الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الآخر نادى مناد من قبل الله، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ إذن الذي ينادي المنادي هو مناد من قبل الله. ومعلوم في علم أصول الفقه أن اللفظ أو أن النص إذا جاء مطلقا هناك نص آخر يقيده، حملنا المطلق على المقيد وتنتهي وينتهي الإشكال. بل أحب أن أقول له أن التأويل ورد عن ابن تيمية نفسه، فقد أول قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله، وخالفه في ذلك العلامة تلميذه ابن القيم في هذه المسألة. إذن هذه النصوص نحاول أن نأتي بما يوضح هذه المسألة. أيضا أعطيكم نصا آخر، قوله تعالى نعم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. اليد في لغة العرب كما ذكر الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري لها 25 معنى. اليد في لغة العرب لها 25 معنى. اليد في لغة العرب لها 25 معنى. أنا أسأل: ما المعنى المراد؟ الذين يقولون نحن نعرف المعنى، ما المعنى المراد؟ ومن الذي أعطاك صلاحية اختيار معنى على معنى؟ ومن الذي علمك أن المعنى الذي اخترته هو مراد؟ هذه أسئلة ثلاثة. أسئلة ثلاثة: اليد لها 25 معنى، ما المعنى المراد؟ اختر معنى من هذه المعاني. الأمر الثاني: من الذي أعطاك صلاحية اختيار معنى على معنى؟ الأمر الثالث: من الذي علمك أن المعنى الذي اخترته هو مراد الله؟ ولذلك تتعجبون أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد الجزء الثالث الصفحة 18 يقول: يقول الإمام ابن القيم: والذي يلوح لي من معنى اليد، هكذا والله قال أو نقله عن السهيل وأقره في ذلك، قال:
والذي يلوح لي من معنى اليد أنها قريبة من معنى القدرة. فاليد مع القدرة كالرضا مع الإرادة، فقد يريد الله شيئا ولا يرضاه، وقد يرضى الله شيئا ويرضى. فكل المخلوقات واقعة بالقدرة، وبعضها واقع باليد. هذا كلام ابن القيم. أعطيكم مثالا ثالثا حتى يتضح الأمر اتضاحا لا مزيد عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الإيه؟ الجمال. الإمام ابن القيم يقول هنا، يفسر الحديث بتفسير السلف، يقول جمال الله على أربعة أنحاء. جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأسماء، وجمال الأفعال. فأما جمال أسمائه فأسماؤه كلها حسنى، وأما جمال صفاته فصفاته كلها علا، وأما جمال أفعاله فأفعاله كلها عدل ورحمة، عظمة وحكمة، وأما جمال ذاته فشيء لا يدركه أحد سواه. إذن فوض هنا جمال ذاته فشيء لا يدركه أحد سواه. يقول ابن عباس فيما أخرجه الإمام مسلم: فما ظنكم بجمال، فما ظنكم بجمال، حجب بجمال الصفات والأسماء والأفعال، وستر بنعوت العظمة والجلال.